ضد القانون ده وشايف ايه؟ والله اللي انا شايفه ان يعني القانون ده اتسرع في ان هو يعني يحكم الحكم ده، كان لازم الاول ياخد راي الطبي يشوف فيه الراي الطبي. اما بالنسبه لموضوع الختان، المفروض ان هو يعني في حالات بتبقى محتاجه فعلا ختان، في حاجات لا، الحالات لا، هو الطب هو اللي يقرر في الموضوع ده، مش ان انا اصدر قانون وخلاص. اي تكريم، انت كده بتفرض على الناس كلها ان انت مجرد ان انا دلوقتي الطبيب شايف ان ده البنت دي لازم تتختن فخلاص اتختن، ان انا اختنها ابقى مجرم. انت شايف ان في حالات محتاجه ختان وحاجات لا؟ هو الطبيب، الطب هو اللي يقول رايه، مش القانون. يعني القانون يقول رايه بعد الطب. كل البنات كلها مفروض. يعني انت احنا العرب كمان الكلام ده بالقضيه في البلاد دي، لكن احنا هنا موجود ده طول عمرهم بيتفهم. احنا دلوقتي يعني منعوا الختان، بيقول لك بيأدي بيعمل بعض الحاجات النفسيه لبعض الفتيات. ابدا، بيأثر على العلاقه الاجتماعيه والعلاقه الزوجيه. ما يعملش حاجه. انت ضد القانون دوت، شايف انه تسرعوا فيه؟ لا طبيعي، ده مصلحه للبنت كمان، مصلحه للبنت. شكرا يا حاج. انت مع الختان ولا ضد؟ لا انا مع قانون الختان، لان الختان ده عفه للبنت وحفاظنا عليها، تمام، ودي عاده واحنا متعودين عليها من زمان، وابهاتنا وجدودنا وقارين عنها في الكتب، هي موجوده من زمان يعني، هي عصور دلوقتي. بعدين دي من ضمن العادات التقاليد المصريه في الشعوب العربيه عامه بموضوع الختان ده. احنا كده عاوزين نتشبه بالغرب ان احنا نمنع الختان ده. انت ضد القانون نفسه؟ لا ضد القانون نفسه، انا مع الختان. هو اللي اختلنا يا نسا دوت ده عايز اعدام على طول يعني، مش عايز كلام تاني. انت يعني الدكتور اللي يعمل عمليه ختان اناث انت عايز تعاقبه بالاعدام؟ تعاقب. يعني انت اللي عايز، عشان انت بتعمل حاجه غلط، ما بتعملش حاجه صح. يعني واحده مثلا واحد يغلط معاها عيله ولا حاجه وانت تيجي تصحح له، يبقى انت عايز اعدامه. انها تبع بنت ناس، انا واحد من الناس لو بنتي كده وحد عمل لها كده ودكتور يعمل كده هيصلح كده، انا اقتله عن نفسي. شكرا حاج، تسلم. عايزين نعمل شرعيه موجوده. انت شايف، انت شايف ايه الموضوع من وجهه نظرك؟ شايف انت معاه ولا ضد؟ لا معاه. طب معاه ليه بقى؟ انت شايف ليه الطهاره؟ عشان ايه؟ الطهاره دي بتبقى نظافه بالنسبه للجنس. طب يعني انت شايف ان القانون دوت فيه تسرع بالنسبه لهم؟ تسرعوا فيه. شكرا. لا ده انا ولا ده كنت مسؤول عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سنه غير السنه. لا ده يعني كده بقى هنتحسن مع العلماء. انت وجهه نظرك ايه؟ لا مع كده انا بقى طبعا هقول لك، انت عارف المدنيه الحديثه، مش هتكلم كلام يعني الدكاتره اللي يفهموه ده ودواء وعلماء النفس كده، المراهقات الكرامه الجنسيه كلها بسبب عدم الدم. بعدين ده هو مكرمه للمراه، الحديث المؤكده بتاعت كده كمان، هو مكرمه للمراه. لا ده راجل ولا ده